بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس الصف الثالث الثانوي لمادة الرياضيات، وفي الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا هو مراجعة وحل أسئلة الكتاب في درس تقدير النهايات بيانيا، من إعداد الأستاذ أريج الملوحي، ومعكم المقدم علي جراح. فحياكم الله جميعا، ولنبدأ على بركة الله تعالى. يقول: قدر نهاية 4x ناقص 10 عندما x تقترب من 5 باستعمال التمثيل البياني، ثم عزز إجابتك باستعمال جدول القيم. طيب، نريد الآن تقدير هذه النهاية، نهاية 4x ناقص 10 عندما x تؤول إلى 5. إذا لدينا الآن المستوى الإحداثي xy، ثم بعد ذلك نرسم الرسم 4x ناقص 10. 4x ناقص 10 هي عبارة عن دالة خطية، تمثيلها يكون عبارة عن خط مستقيم بهذا الشكل، عبارة عن خط مستقيم بهذا الشكل. فنرسم الدالة، إذا رسمنا الدالة ثم من الرسم نوجد نهاية 4x ناقص 10 عندما x تؤول إلى 5. طيب، عندما x تقترب إلى 5 من جهة اليمين، عندما x تقترب إلى 5 من جهة اليمين بهذا الشكل، نجد أنها هنا أيضا نهاية الدالة أو الـ fx تؤول إلى 10 أو تقترب من 10. عندما x تقترب إلى 5 من جهة اليسار، هنا هذه المناطق، فنجد أن أيضا قيمة الدالة تقترب من 10، تقترب من 10. فعندما تقترب x من 5 سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار، نجد أن الدالة كذلك تقترب إلى 10 من جهة اليمين ومن جهة اليسار. وبالتالي فإن نهاية 4x ناقص 10 عندما x تقترب من 5 يساوي 10 من الرسم، يساوي 10. فنلاحظ أن النهاية تساوي 10. التعزيز عدديا أو باستعمال جدول القيم، نأتي الآن إلى عدد 5، نعطي قيم اختيارية من عندنا لإكس بحيث أنها تكون أكبر من 5 ولكنها قريبة جدا من 5. فنبدأ 5 و1 من 10 و5 و1 من 100، 5 و1 من 1000، أعداد أكبر من 5 ولكنها قريبة جدا من 5. فلما نقول 5 و1 من 10 نجد أن قيمتها fx يعطينا 10 و4 من 10. لما نقول 5 و1 من 100 يعطينا 10 و4 من 100، نلاحظ أن القيمة اقتربت من 10 أكثر. لما نقول 5 و1 من 1000 اقتربنا من 5 أكثر، نجد أن في المقابل القيمة 10 و4 من 1000 تقترب القيمة من 10 بشكل أكبر. نأتي الآن لجهة اليسار، نعطي قيم اختيارية من عندنا لإكس بحيث أنها تكون أصغر من 5 ولكنها قريبة من 5، وندرس سلوك الدالة. فلما نقول 4 و9 من 10 نجد أن fx يعطينا 9 و6 من 10، اخترنا قيمة قريبة من 5 عطتنا قيمة قريبة من 10. طيب، نقترب أكثر من 5، 4 و9 و90 من 100، نجد أن fx يعطينا 9 و96 من 100، قيمة قريبة من 10 أكثر. طيب، لما نقول 4 و999 من 1000 نجد أن fx يعطينا 9 و996 من 1000، إذا اقتربت بشكل كبير من 10. فنلاحظ أيضا من استخدام جدول القيم أنه كلما اقتربت x من 5 سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار، نجد أن fx أيضا تقترب من 10 من جهة اليمين ومن جهة اليسار أيضا. إذا النهاية اليمنى تساوي 10 والنهاية اليسرى تساوي 10، إذا النهاية الدالة تساوي 10، إذا من جهة اليمين ومن جهة اليسار. ونلاحظ أنه كلما اقتربت x من العدد 5 من اليمين أو من اليسار، فإن قيم fx أيضا تقترب من العدد 10، تقترب من العدد 10. نعم، إذا نهاية 4x ناقص 10 عندما x تؤول إلى 5 يساوي 10. نعم،
باستخدام التعويض المباشر ممكن أن نعوض مكان الإكس نضع 5، فنقول إف 5 يساوي 4 في 5 ناقص 10، 4 في 5 20، 20 ناقص 10 يساوي 10، 20 ناقص 10 يساوي 10، نعم يساوي 10. سؤال آخر، تمرين آخر يقول قدر نهاية إكس تربيع زائد إكس ناقص 20 على إكس زائدا 5 عندما إكس تقترب من السالب 5 باستعمال التمثيل البياني، ثم عزز إجابتك باستعمال جدول القيم. إذا ماذا نصنع؟ الآن لدينا المستوى الإحداثي X و Y، نذهب إلى هذه الدالة اللي هي X تربيع زائد X ناقص 20 على X زائد 5 ونمثلها على المستوى الإحداثي. إذا نرسم الدالة، رسمة هذه الدالة هو عبارة عن خط مستقيم مائل بهذا الشكل. نلاحظ أن هنا عند هذه النقطة يوجد فراغ، وهذا معناه أن عند الإكس سالب 5 الدالة هنا غير معرفة، وهذا واضح ومشاهد. لما نعوض عن الإكس بسالب 5 نجد أن المقام هنا غير معرف، المقام هنا بصفر، وبالتالي أصبحت الدالة غير معرفة إذا عوضنا بسالب 5. أما البسط فسالب 5 تربيع 25، 25 زائد سالب 5 يصبح كم؟ 20، 20 ناقص 20 صفر، والمقام أيضا صفر في حالة التعويض بسالب 5. إذا صفر على صفر قيمة غير معرفة وغير معينة، وبالتالي فإن عند السالب 5 عندما X سالب 5 فإن الدالة تكون هنا غير معرفة. إذا نرسم الدالة، رسمنا الدالة. الخطوة الثانية الآن نهاية عندما X تؤول إلى تقترب من سالب 5، عندما X تقترب إلى سالب 5 من جهة اليمين، نعم نستعمل التبسيط فيما بعد، عندما X تؤول أو تقترب من السالب 5 من جهة اليمين نجد أن قيمة الدالة تقترب من 9، وعندما X تقترب إلى سالب 5 من جهة اليسار أيضا نجد أن الدالة أيضا تقترب من السالب 9. إذا سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار حول السالب 5 نجد أن قيمة الدالة تقترب إلى السالب 9 سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار. إذا من التمثيل البياني يصبح لدينا أو تكون لدينا الدالة تساوي سالب 9. نعم نحن نقول بالتبسيط، كيف تكون بالتبسيط؟ لو عوضنا تعويض مباشر لن تطلع سالب 9، بالتعويض المباشر يطلع صفر على صفر. إنما لو بسطنا فعلا البسط، البسط هنا عبارة عن حاصل ضرب قوسين، القوس الأول X زائد 5 والقوس الثاني X ناقص 4. إذا X زائد 5 يختصر مع X زائد 5 ليبقى لدينا X ناقص 4، وفي حالة التعويض بX ناقص 4 نجد أن سالب 5 ناقص 4 فعلا يأتينا سالب 9. نعم هذا في حالة التبسيط، أما في حالة التعويض المباشر فلا يمكن حساب قيمة هذه الدالة. نعم الآن التعزيز عدديا، هذا التعزيز عدديا، هذه السالب 5 نعطي الآن قيم اختيارية من عندنا، نعم نعطي قيم اختيارية من عندنا لإكس بحيث تكون أكبر من سالب 5، فنقول سالب 4.9 من 10، سالب 4.99 من 100، سالب 4.999 من 1000. نجد ماذا؟ نجد التالي، عند سالب 4.9 من 10 تكون قيمة الدالة سالب 8.9 من 10، قريبة من السالب 9. طيب لما نقول سالب 4.99 من 100 يطلع سالب 8.99 من 100، اقتربت من السالب 9 أكثر. لما نقول سالب 4.999 من 1000 نجد أن قيمة الدالة هنا سالب 8 و999 من 1000، اقتربت بشكل أكبر من السالب 9. إذا من جهة اليمين تقترب إلى السالب 9، لنرى من جهة اليسار. نعطي الآن قيم اختيارية من عندنا لإكس بحيث تكون أصغر من سالب 5 ولكنها قريبة من سالب 5،
فنبدأ سالب 5 1/10 نجد أن الناتج هو سالب 9 1/10. سالب 5 1/100 نجد أن قيمة الدالة أصبحت سالب 9 1/100، اقتربت بشكل أكبر من السالب 9. لما نقول سالب 5 1/1000 نجد أن قيمة الدالة هي سالب 9 1/1000، اقتربت بشكل أكبر من السالب 9. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار فإن الدالة fx تقترب نهايتها من السالب 9 عندما x تقترب من السالب 5. إذا من سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار، فنلاحظ أنه كلما اقتربت x من العدد سالب 5 من اليمين أو من اليسار، فإن قيم fx تقترب من العدد سالب 9. نعم، تقترب من العدد سالب 9، وبالتالي فإن النهاية تساوي سالب 9. نهاية x تربيع زائد x ناقص 20 على x زائد 5 عندما x تقترب من سالب 5 يساوي كم؟ يساوي سالب 9. طيب، أما بالنسبة لقيمة الدالة عند السالب 5 فهي غير معرفة، بلا شك أن الناتج 0 على 0 عملية غير معرفة. إذن قيمة الدالة عند سالب 5 غير معرفة، ومن أجل هذا نعود مرة أخرى، ومن أجل هذا نلاحظ أن في التمثيل البياني، في التمثيل البياني وضعنا هنا دائرة غير مضللة، وذلك للإشارة إلى أن قيمة الدالة عند السالب 5 غير معرفة. أتينا هنا مرة أخرى وذكرنا ذلك وحددناه، وذكرنا أن F سالب 5 غير معرفة. ننتقل إلى مثال آخر يقول: قدر إن أمكن نهاية القيمة المطلقة لثلاثة إكس على اثنين إكس عندما إكس تؤول إلى الصفر إذا كانت موجودة. إذا نبدأ الآن نرسم الدالة، أي دالة؟ اللي هو القيمة المطلقة لثلاثة إكس على اثنين إكس. نرسم هذه الدالة، نلاحظ أن رسمتها تأتي بهذا الشكل. ابتداء عند 3 على 2 اللي هو 1.5 تأخذ خط مستقيم متجه إلى اليمين، وأيضا عند سالب 1.5 تأخذ خط مستقيم متجه إلى اليسار. طيب، لماذا غير معرفة؟ فمن الرسم نوجد أن أو نجد أن نهاية القيمة المطلقة لثلاثة إكس على اثنين إكس عندما إكس تقترب إلى الصفر من جهة اليسار، نجد أن الناتج سالب ثلاثة على اثنين من جهة اليسار عندما إكس تقترب إلى الصفر، هذا الصفر هنا من جهة اليسار هنا، فنجد أن عندما إكس تقترب إلى الصفر من جهة اليسار تكون الدالة تقترب إلى سالب ثلاثة على اثنين أو سالب 1.5. جميل. طيب، من جهة اليمين نجد أن إذا اقتربت x إلى الصفر من جهة اليمين فإن الدالة تقترب إلى 1.5، فإن الدالة تقترب إلى 1.5، إلى القيمة الموجبة 1.5. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن نهاية الدالة عندما x تقترب إلى الصفر من جهة اليسار لا تساوي نهاية الدالة عندما x تقترب إلى الصفر من جهة اليمين، لأن من جهة اليسار يعطينا سالب 1.5 ومن جهة اليمين يعطينا 1.5، وبالتالي فإن النهايتين مختلفتين، وبالتالي فإن نهاية الدالة عندما x تقترب إلى الصفر في هذه الحالة تكون النهاية غير موجودة. إذا نعم، النهاية هنا غير موجودة، السبب في ذلك أن النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى. جميل. مثال آخر يقول: قدر إن أمكن نهاية 5 على x ناقص 6 تربيع عندما x تؤول إلى 6 إذا كانت موجودة. نبدأ طبعا في البداية برسم هذه الدالة اللي هي 5 على x ناقص 6 تربيع. نرسم هذه الدالة. التحليل بيانيا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الدالة هنا عندما x تقترب إلى 6 من جهة اليمين وعندما x تقترب إلى 6 من جهة اليسار، نلاحظ أنها تساوي كم؟ نلاحظ أن عندما x تؤول إلى 6 من جهة اليمين، x تؤول إلى 6 هنا في هذه المنطقة المشار إليها، عندما x تؤول إلى 6 من جهة اليمين، نلاحظ أن الدالة تتجه بعيدا نحو اللانهاية، وكذلك الحال عندما x تقترب إلى 6 من جهة اليسار
هنا في هذه المنطقة، نجد أن الدالة هذه الممثلة باللون الأزرق أيضا تتجه بعيدا نحو ما لا نهاية. إذا نلاحظ أن النهاية اليمنى هي ما لا نهاية، والنهاية اليسرى عندما X تقترب إلى 6 من جهة اليسار أقصد فيها أيضا تساوي ما لا نهاية. هذا ما معنى؟ هذا معناه أن نهاية الدالة عندما X تقترب إلى 6 يساوي ما لا نهاية، تساوي ما لا نهاية. نعم، النهاية اليمنى ما لا نهاية، والنهاية اليسرى ما لا نهاية، إذا نهاية الدالة تساوي ما لا نهاية. جميل جدا. التعزيز عدديا، نأتي الآن عندما X تقترب إلى 6، نأخذ أعداد أكبر من 6 من جهة اليمين، 6 واحد من 10، 6 واحد من 100، نجد أن قيمة الدالة هنا 500، ثم هنا أصبحت 50,000، أصبحت عدد كبير، اتجه إلى ما لا نهاية. طيب عندما نأخذ الآن قيم أكبر من 6 ولكنها أصغر منها، 5.9 من 10 يعطيه 500، طيب 5.99 من 100 يأتينا كم؟ 5,000. إذا نجد أن العدد زاد بشكل كبير واتجه نحو ما لا نهاية. إذا من جهة اليمين يتجه نحو ما لا نهاية، ومن جهة اليسار أيضا يتجه نحو ما لا نهاية، يتجه نحو ما لا نهاية، وبالتالي فإن نهاية الدالة تساوي كم؟ تساوي ما لا نهاية. ولكن عند الستة نفسها غير معرفة بلا شك، لأن 6 ناقص 6 صفر، صفر تربيع صفر، 5 على صفر عملية غير معرفة، فعند الستة نفسها الدالة هنا غير معرفة. إذا من جهة اليمين أو من جهة اليسار نلاحظ أنها ما لا نهاية، وبالتالي فإن نهاية الدالة تساوي ما لا نهاية. نعم، مثال آخر يقول: قدر إن أمكن نهاية X أس 5 ناقص 7 X أس 4 ناقص 4 X زائدا 1 عندما X تقترب من السالب ما لا نهاية إذا كانت موجودة. نبدأ الآن في رسم هذه الدالة، نرسم هذه الدالة كثير الحدود. نعم، هذه كثير الحدود، نجد أن رسمتها عبارة عن منحنى متجه نحو الأسفل أو مفتوح نحو الأسفل بهذا الشكل، عبارة عن منحنى متجه نحو الأسفل. جميل جدا. عندما X تقترب إلى السالب ما لا نهاية، أو عندما X تؤول إلى السالب ما لا نهاية، يعني عندما X تسير إلى جهة اليسار، نجد أن الدالة أيضا تتجه نحو الأسفل، أي أن الدالة أيضا تتجه نحو السالب ما لا نهاية. يعني فنلاحظ أن نهاية X أس 5 ناقص 7 X أس 4 ناقص 4 X زائد 1 عندما X تقترب من السالب ما لا نهاية تساوي أيضا سالب ما لا نهاية، وهذا واضح ومشاهد. عندما X، عندما نعطي قيم اختيارية من عندنا لX بحيث تكون متجهة نحو السالب ما لا نهاية، نجد أن الدالة هذه التي ممثلة باللون الأزرق أيضا تنزل إلى الأسفل بشكل كبير، وبالتالي فعن كلما اتجهنا إلى اليسار كلما الدالة هنا اتجهت إلى الأسفل، وبالتالي فنعم فإن نهاية هذه الدالة تساوي سالب ما لا نهاية. نعم، التعزيز عدديا، نعطي الآن قيم اختيارية من عندنا لX بحيث تكون أعداد متجهة نحو السالب ما لا نهاية، فنبدأ بسالب 10 ثم عدد أصغر سالب 100 ثم عدد أصغر من ذلك سالب 1000، ونجد ماذا تكون النواتج. عندما X تساوي سالب 10 فنلاحظ هنا أن الناتج سالب 169,959، عدد كبير في السالب ما لا نهاية. طيب سالب 100 أصبح سالب 1.7 من 100 في 10 أس 10، عدد كبير جدا في جهة السالب ما لا نهاية. لما نقول سالب 1000 أيضا الناتج سالب 1.7 من 1000 ضرب 10 أس 15، فنلاحظ أن كلما اتجهت الإكس نحو السالب ما لا نهاية كلما اتجهت أيضا قيمة الدالة نحو السالب ما لا نهاية. فنلاحظ أن أيضا اتجاه الدالة نحو السالب ما لا نهاية، وبالتالي فإن نهاية الدالة عندما X تؤول إلى السالب ما لا نهاية يساوي سالب ما لا نهاية. مثال يقول: قدر نهاية X كوزاين X عندما X تؤول إلى ما لا نهاية إذا كانت موجودة. نمثل بيانيا، يمثل بيانيا. عندما X تؤول إلى ما لا نهاية، عندما X تتجه إلى اليمين، فنجد أن الدالة ما هو وضعها؟ بلا شك
أنها دالة متذبذبة، فنلاحظ أن من التمثيل البياني قيم اف اكس تتذبذب بشكل مستمر كلما زادت قيم اكس. يعني ندرس الآن سلوك الدالة من جهة اليسار إلى جهة اليمين، لأن اكس تتجه إلى ما لا نهاية، فنبدأ من هنا مثلا ونتجه جهة اليمين، فنجد أن الدالة تتذبذب ما بين السالب ما بين السالب واحد والواحد، نجد أن الدالة متذبذبة ما بين السالب واحد والواحد. وفي هذه الحالة أي دالة متذبذبة فإنها مباشرة نقول أنها غير موجودة. إذا نهاية إكس كوزاين إكس عندما إكس تؤول إلى ما لا نهاية غير موجودة. ما هو السبب؟ السبب أنها دالة متذبذبة. نعم، مثال آخر يقول: قدر نهاية 3 أس إكس زائد 3 أس سالب إكس على 3 أس أس إكس ناقص 3 أس سالب إكس عندما إكس تقترب من السالب ما لا نهاية إذا كانت موجودة. نبدأ على بركة الله نأخذ هذه الدالة ونرسمها. التحليل بيانيا نجد أن الدالة هنا عندما إكس تؤول إلى سالب ما لا نهاية، نجد نلاحظ أن كلما اتجهنا نحو السالب ما لا نهاية نحو اليسار، نجد أن الدالة تقترب من من؟ تقترب من السالب واحد، وهذه القيمة طبعا السالب واحد، نجد أن الدالة تقترب من السالب واحد. نعم، فنلاحظ أن الدالة هنا موجودة. طبعا الإثبات عدديا نعطي قيم اختيارية من عندنا بحيث تكون إكس فيه متجهة نحو السالب ما لا نهاية، يعني نبدأ بقيمة ثم تنزل بشكل كبير، فسالب واحد ثم سالب 10 ثم سالب 100. طيب عند السالب واحد تكون قيمة الدالة سالب واحد وربع، جميل. عند السالب 10 أصبحت الدالة سالب واحد وكم عدد كبير جدا ويعني أصفار كبيرة ولكنها قريبة جدا من السالب واحد، سالب واحد فاصلة صفر 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 صفر، وهذا يدل على أن العدد مقترب من السالب واحد. عند السالب 100 نجد أن قيمة الدالة أصبحت سالب واحد أو اقتربت بشكل كبير من السالب واحد. إذا نلاحظ أن نهاية هذه الدالة عندما إكس تؤول أو تقترب من السالب ما لا نهاية هي سالب واحد، إما من التمثيل البياني أو من الإثبات بشكل عددي. كلما أعطينا أعداد قريبة من أو تتجه نحو السالب ما لا نهاية نجد أن الدالة تقترب بشكل أكبر من السالب واحد. نعم، سالب ما لا نهاية هنا الدالة تقترب من السالب واحد. نعم، إذا نهاية هذه الدالة تساوي سالب واحد. مثال آخر يقول: قدر نهاية ساين القيمة المطلقة لإكس على إكس عندما إكس تقترب من الصفر إذا كانت موجودة. نبدأ على بركة الله. طبعا هذه الدالة عندما إكس تقترب من الصفر سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار، ماذا نجد عن الدالة؟ هل هي متساوية؟ هل الطرف اليمين نفس الطرف اليسار؟ يقول: من التمثيل البياني قيم اف اكس تتذبذب بشكل مستمر بين العددين سالب واحد وواحد كلما اقتربت قيم اكس من العدد صفر. يعني كلما اتجهنا او قربنا من جهة اتجهنا جهة الصفر سواء من جهة اليمين او من جهة اليسار نجد ان الدالة تتذبذب. نعم، تتذبذب وتأخذ قيم مختلفة. طبعا من جهة اليمين، من جهة اليمين الدالة تقترب من الواحد، من جهة اليسار الدالة تقترب من سالب واحد، إذا النهايتين مختلفتين ونهايتين متذبذبتين، وبالتالي فإن النهاية مباشرة ليست، نعم رائع جدا، ليست موجودة. نعم، إذا أي أن نهاية ساين القيمة المطلقة لإكس على إكس عندما إكس تقترب من الصفر غير موجودة. جميل جدا. طبعا إلى هنا نأتي إلى نهاية درس هذا اليوم في مراجعة لدرس تقدير النهايات بيانيا. شكرا لكم على استماعكم وإنصاتكم، نلتقي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.